هذا السائل من جمهورية مصر العربية يقول: أيهما أفضل في الذكر وبعد السلام، قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، أو سبحان الله 33، الحمد لله 33، والله أكبر 33؟ الذكر بالتسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلاة الفريضة له عدة صفات. طيب، منها أن يقول الإنسان سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، فهذه 99، ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومنها أن يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34، ولا يقول سوى ذلك. ومنها أن يقول سبحان الله سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات. ومنها أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، فهذه 100. هذه كلها وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبأيها جاء الإنسان أجزأه ذلك. والأحسن إذا كان يحفظها جيدا أن يقول هذا مرة وهذا مرة. نعم.